مساء الخير. كرة القدم اللبنانية عادت لتسرق الأنظار، لتسرق الاهتمام من الشارع الرياضي. من دون شك مباريات النهائية لكأس التحدي وكأس النخبة كانت لافتة جدا بنهاية الأسبوع. يمكن الأبرز كان المشهد الجماهيري بمباراة النجمة والأنصار، لكن هالمشهد كان متضارب. بعد ما كان المشهد الجماهيري مميز جدا ببداية المباراة، تحول من نعمة إلى نقمة بنهايتها. النجمة أنصار كأس التحدي أيضا بختام مبارياته مع الراسينج والسلام، هن الأساس بصفحة كرة القدم اللبنانية لليلة، لكن أيضا ضمن كرة القدم مسلسل مباراة العمر بعد ما انتهى طوال الأسبوع الماضي. أيضا كان في كتير كلام حول هالمباراة، الحدث يلي عم ينتظرها كتير من اللبنانيين، هالحدث الرياضي السياحي. كتير من المعلومات أيضا المتضاربة والحرب الإعلامية اللي عم تشن على هالحدث، تصريح كتير للاعبين كانوا حيشاركوا بالمباراة ما بقى رح يشاركوا بالمباراة. كل هالأمور رح نستعرضها الليلة بقضية الأسبوع تنتحدث أكثر عن هالحدث يلي بهم الجميع. أيضا عنا كرة السلة اللبنانية، وبطبيعة الحال عنوان بارز جدا هو التنشط بكرة السلة اللبنانية والكشف عن الاسمين المتنشطين بالباسكتبول اللبناني. قبل ما نروح لكل هالمواضيع خلونا نبلش مع الفوتبول اللبناني، تحديدا مع نهائي كأس التحدي. ستة واربعين سنة الراسينج كان عم ينتظر ليرفع كأس، إذا فينا نقول شبه رسمية، بما أنه هالبطولتين بطولة كأس التحدي وكأس النخبة هن دورات تنشيطية ولو أنه دورات اتحادية. الراسينج كان عم يحقق فوز كتير كبير على السلام صغرتها. موسى حجاج عم يعمل شغل كتير كبير مع الراسينج أيضا، لكن الأمر الأهم ليفترض التوقف عنده هو أداء السلام صغرتها وهالنتيجة الكبيرة اللي حقق الراسينج بالمباراة النهائية الحافلة جدا. منتابع سوا. محتاج مدرب الراسينج موسى حجاج لأكثر من شوط واحد ليحرز ثاني ألقابه كمدرب بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي وأول لقب لسندباد الكرة اللبنانية بعد غياب 46 سنة، وتحديداً تتويجه بلقب الدوري عام 70. حجاج بيت متخصص بالفوز بهالبطولة التنشيطية بعد ما أحرز اللقب مع شباب الساحل بالموسم الماضي. ملعب بحمدون شهد مجزرة تهديفية خلال شوط واحد، الراسينج دك شبك السلام صغرتها وأربع أهداف. هيدا ما هو طبيعي نادي الراسينج يحرز بطولات، فهي كان بداية كتير مهمة لأنه بكأس التحدي، فيكون حافز معنوي لأن ببطولة لبنان تنقدر نكمل مسيرة بمعنويات قوية. مصطفى حسن قص شريط الأهداف بعد تمريرة من غازي حنينة، وأضاف عدنان ملحم الهدف الثاني بعد عرضية من المتألق حنينة. تحضير مع الكابتن موسى كتير منيح، مثل ما شايف يعني الأهداف الانضباط كل شيء، والحمد لله الله قدرنا نحصل على الكاس. قبل ما يختتم الثنائي البرازيلي دييغو وكايرو دي أندرادي مهرجان الشوط الأول بهدفين، اللاعبين البرازيليين بيحملوا نفس الكنية، وهالشي أثار شكوك البعض حول إيقاف أحدهم بعد تراكم البطاقات، لكن الواقع أنه كل لاعب تحصل على بطاقة صفراء، وبالتالي الحديث يلي ضجت فيه وسائل التواصل الاجتماعي عن تخسير الراسينج بسبب إشراك لاعب موقوف عاري عن الصحة. بالشوط الثاني حاول السلام العودة لأجواء المباراة بهدف الموريتاني مامادو نياس، لكن دييغو أندرادي ضرب مجددا وسجل الخامس لفريقه والثاني الشخصي له. عشان عندنا 3 أسابيع من اللي بلشنا التحضيرات، وأنك تكون في النهائي هذا كتير مليح. تتويج الراسينج طمأن جماهيره لعودة الفريق لمكانته الطبيعية بين الكبار، وهو مرشح ليلعب دور الحصان الأسود بالبطولة الموسم الجديد. أما السلام فيجب عليه مراجعة حساباته قبل انطلاق صافرة البداية. يعني بالتأكيد أهمية هيك نوع من الدورات يلي بتسبق انطلاق الموسم هي الأهمية التحضيرية بالنسبة لها، لكن مباراة النجمة والأنصار دائما بتاخد أبعاد أخرى، وخصوصا عن جمهور الفريقين يلي حضر بأعداد كتير كبيرة إلى المدينة الرياضية. بغض النظر عن أنه المباراة ضمن دورة تنشيطية، وبغض النظر عن المستوى العادي يلي قدمه الفريقين، لأنه بطبيعة الحال أيضا عم يتحضروا وما كملت استعداداتهم بعد، كتير من الأمور يلي ممكن التوقف عندها، وهي الشد العصبي يلي حفل في المباراة يلي ممكن تترك أثرها على مباريات الموسم المقبل، وهالشي طبعا ما بنأمله أبدا. 120 دقيقة لعبوها النجمة والأنصار، وكانت النخبة للنجمة. يلا
أوروبية وعلى الطريقة الأيسلندية احتفل جمهور النجمة مع لاعبينه بالتتويج بلقب كأس النخبة أمام غريمه الأزلي الأنصار. المدينة الرياضية استضافت قطبي الكرة اللبنانية بدرب جديد، وعلى الرغم من كون المباراة بتحمل بطياطة طابع تحضيري للموسم المقبل، إلا أن جمهور الفريقين ما بيرضوا بغير الفوز وحمل الكاس وإن كان بيحمل اسم كأس النخبة. النخبة للنجمة، هيك أراد عشاق النبيذة، وترجموا نتيجتها برفع الكأس للمرة التاسعة بتاريخهم والابتعاد بالرقم القياسي كأكثر فريق أحرز البطولة. المدينة الرياضية العائدة لاستقبال روادها تزينت بمشهد جماهيري مميز، وتحديدا من الجانب النجماوي حوالي 10,000 متفرج افترشوا مدرجات الملعب وأضافوا جو حماسي على المباراة يلي اتسمت بالندية والأعصاب المشدودة. إصرار النجماويين على الفوز تجلى بالشوط الأول بعد سيطرة شبه مطلقة وصناعة كم هائل من الفرص بفضل تألق الغاني نيكلاس كوفي باختراقاته وخالد التكجي بمهاراته وتسديداته يلي أصابت إحداهم القائم، ومن خلفهم الدولي السوري المميز عبد الرزاق الحسين يلي نجح بالتتويج بأول ألقابه بلبنان. أنا برأيي كانت مباراة كتير قوية، اللي حلاها هو الجمهور الكبير تبع النجمة بصراحة اللي هو رقم واحد دائما بالنسبة لنا. أنا برأيي اليوم الفريق يمكن أدى أفضل مباراة له ببطولة النخبة. عم نشوف نحن كل مباراة عن مباراة الفريق عم بيطلع بشكل تصاعدي لحتى إن شاء الله نوصل للدوري ونحن بيتم الاستعداد. نقطة التحول بالمباراة كانت طرد نجم الأنصار ربيع عطايا مطلع الشوط الثاني. خروج عطايا ما انعكس بشكل سلبي على زملائه، بل على العكس زادهم عزيمة وإصرار ونجحوا بالسيطرة على وسط الملعب بشكل مفاجئ وشكلوا خطورة، لكن من دون ما ينجحوا بهز الشباك النجماوية. اعتماد تيتا فاليريو على عنصر الشباب بالشوط الثاني والأشواط الإضافية أعاد زمام الأمور لصالح النجمة. لاعبين بإمكانات محمد المرقباوي وحسن مهنا ببشروا بمستقبل واعد للكرة اللبنانية والنجمة خصوصاً. ثنائي نجح بتشكيل خطورة كبيرة فور دخولهم، لكن براعة الحارس حسن مغنية كانت فارضة نفسها. بعتقد انه نحن كانت الفرصة لنا اثبت واحسن لو مش مطرودين لاول خمس دقائق من ثاني شوط لاعب، هذا اللي خلى فريق النجمي هو يكون هو مسيطر على مجريات المباريات، وبالنهاية هذا لعبة كرة القدم لازم يكون فيها فايز. الخبير بسرقة الأهداف في الوقت القاتل كان حاضر مجدداً ليرمي قنبلة موقوتة على المرمى الأنصاري لتتفجر بالمدرجات. أكرم مغربي كان على موعد مع الدقيقة الأخيرة مجدداً ليسكن الكرة شباك مغنية بعد تمريرة ذكية من محمد حمود، والنتيجة كانت هستيريا جماهيرية على المدرجات. هدف مغربي منح فريقه بطولة جديدة، صحيح أنه طبعها تحضيري ودي، إلا أنه كشفت جهوزية الفريق للموسم المقبل مع العمل على سد بعض الثغرات قبل مواجهة الصفا بنهائي كأس السوبر نهاية الأسبوع الحالي. أما الأنصار فلم يستحق الخسارة كونه قدم مباراة كبيرة ومرر رسالة واضحة لجميع الأندية أنه هالموسم الأنصار حيكون منافس عنيد على اللقب. شفنا الوجه المشرق لديربي لمباراة الأنصار والنجمة، لكن أيضا كان هناك للأسف وجه بشع لهالمباراة. شو بينفع إذا كان عندنا جمهور كبير بالملعب؟ شو بينفع حتى إذا كان المستوى عالي جدا بين فريقين يعتبروا قطبين بكرة القدم اللبنانية، ولو أنه بهالمباراة ما كان المستوى مرتفع لهالدرجة اللي ممكن نتحدث عنها، لكن عم نتحدث عن مراحل لاحقة. شو بينفع إذا كانت كل هالأمور مؤمنة والقمة الأمنية موجودة بالشكل المناسب وبالشكل المطلوب أيضا، وإن كانت أرض المدينة الرياضية رائعة جدا وباللون الأخضر المميز أيضا، شو بينفع كل هالشي إذا رح يكون عنا أحداث مؤسفة على المدرجات، إن كان من خلال الاعتراضات غير المقبولة من بعض الجماهير، وأيضا إن كان من خلال بعض الموشحات والأعلام يلي قلنا قبل بحلقات أنه ما مفروض تكون موجودة بالمدرجات. بالتأكيد سيد هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم كان سبق ووجه أنذار على هالصعيد بالنسبة لجماهير الفوتبول. القوى الأمنية أيضا كان إلى أنذار على هالصعيد بالنسبة لجماهير الفوتبول. العودة المؤمنة ومن خلال أيضا قوى الأمن وتواجدهم بالشكل المطلوب ما بتنفع إلا إذا كان الجمهور عم يؤدي الانضباط المطلوب. انذار منا أيضا وجرس انذار تي ال سبورتس لجمهور الفوتبول وجمهور الأنصار.
مشهد مؤسف شوه عرس كروي كبير احتضنته المدينة الرياضية. ديربي الكرة اللبنانية كاد أنه ينتهي بطريقة حضرية اشتقنا نشوفها بالملاعب اللبنانية بظل الحضور الجماهير الكبير يلي عاد لملأ مدرجات أكبر الملاعب اللبنانية. قيام أحد مشجعي الأنصار باقتحام أرض الملعب ومحاولة الاعتداء على الحكم عكر أجواء المباراة بدقائقها الأخيرة، لكن القوى الأمنية نجحت بالسيطرة على الوضع ونقلت المشجع إلى المنصة الرئيسية بشكل مستغرب وفور نهاية المباراة. وبالرغم من أن المباراة بين فريقين لبنانيين ظهرت أعلام بعض البلدان الأوروبية والرايات الحزبية على المدرجات تحمل بطياتها رسائل سياسية وطائفية. تصرف هالقلة القليلة من جمهور الأنصار ما بيعكس هالوجه الحقيقي للوحة البشرية يلي رسم الجمهورين طوال دقائق المباراة وتحديداً عشاء النجمة. قبل بساعات على انطلاق المباراة احتشدت الجماهير على الطرقات وتوافدوا تباعاً على شبابيك التذاكر لحجز مقاعدهم لمتابعة مباراة القمة. رسم محبي الأنصار والنجمة لوحة فنية كليشيه بتعيدنا بالذاكرة للزمن الجميل لكرة القدم. نحن هون جمهور الأنصار جايين نفرجي حالنا أنه نحن رجعنا أول وجديد، رجع أنصار بطل لبنان، أيام النجمة خلصت، بلشت هلأ أيام الأنصار. دينا عودتنا على المدينة مثل عودة الروح لكرة القدم اللبنانية وعودة الروح لجمهور النجمة. بتمنى يا رب أنه يكون جمهور الأنصار حضارة دايماً، التشجيع بحضارة، ما بدنا سياسة بقلب الملعب، ما بدنا مذهبية بقلب الملعب، كلنا لازم نكون عم نشجع فريق الأنصار. جمهورنا كتير حضاري وجمهورنا إذا ما استفاز ما بيقرب صب حدا. المدرجات تزينت باللونين الأحمر والأخضر وطريقة التشجيع الأيسلندية كانت حاضرة. رابطة الجمهور قامت بعمل جبار لضبط المشجعين والقبعة ترفع على رابطة جمهور النجمة بعد سيطرتها بشكل مميز. أول شيء عم نكتم الانضباط، ثاني شيء عم نطلع نحن قبل بيومين ثلاثة على الضياء على جميع روابطنا بالشمال بالبقاع بالجنوب بالإقليم بالنعمة بخلدة بعرمون، منحاول نحن الأعضاء الانضباط نجتمع فيهم ونقول لهم بدنا نهدي، ما بدنا إلا رياضة 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 وكمان رياضة. بالنهاية أنت ملعب فوتبول، يعني قد ما بتقول بدك تضبط ما فيك تضبط، يعني ما قاعد أنت جمهور بمدرسة، بالنهاية إلا ما يطلع له واحد يحكي له كلمة كل شيء. يعني جمهور النجمة هو أجمل ما في بالمباراة وأجمل ما بالكرة اللبنانية للصراحة، يعني جيت لهون عم تفاجأت شوي بالمباراة الماضية مباراة الصفا وهلا بالمستوى شوي يمكن لورا، بس المحلي وبعده مخلي مستمر الفوتبول لبنان هو هيدا الجمهور اللي وراي. تنظيميا اكتملت جميع عناصر الإخراج الناجحة للمباراة، حضر الدفاع المدني، تواجدت بشكل كثيف القوى الأمنية لضبط الأمن والحرص على عدم وقوع أي أعمال شغب، وهالشيء تجلى بنجاح تنظيمي لافت عكر تصرفات القلة القليلة ممن أطلقوا هتافات مذهبية. جمهور النجمة نجح بامتياز بالاختبار الصعب وخرج من المباراة منتصر على جميع الصعد، أما جمهور الأنصار فمن المتوقع أنه تصدر بحقه عقوبات مالية بعد قيام بعض جمهوره بتكسير كراسي الملعب. أتمنى لعيبة النجمة ولعيبة الأنصار يلعبوا من عدم جمهور، هذا رأيي أنا الشخصي. إن شاء الله حنرجع أكثر وأكثر وأكثر وإن شاء الله ما بيوقفوا الجمهور. المشهدية الجميلة يلي انرسمت خلال 90 دقيقة هي الصورة يلي بينتظرها جميع عشاق كرة القدم هالموسم، أما ما حصل خلال الأشواط الإضافية فهو برسم إدارات وروابط الأندية لبذل المزيد من الجهد لضبط جماهيرها. يعني بكرة بتقولوا الإعلام ضدكم لأنه عم يصوب على الخطأ، الهدف أكيد مش اتهام حدا ولا الهدف أبدا التصويب على أنه جمهور الأنصار هو المخطئ. بنعرف أنه قلة قليلة من جمهور الأنصار يلي عملت هالشي، لكن تكسير ملعب المدينة الرياضية هو أمر مش مقبول، وخصوصا كلنا ندينا لفترة طويلة وحربنا تتعود الفرق ومباريات الفوتبول إلى المدينة الرياضية الصرح الرياضي الأهم بلبنان. أيضا جمهور النجمة بيستحق التحية وبيستحق التنويه، ومثل ما كنا نشير عند أي خطأ من جمهور أي فريق كان، عم نشير اليوم إلى الخطأ الكبير يلي عمله بعض مشجعي الأنصار وخصوصا ضرب الحكم ربيع ميرات، وهو أمر مستنكر ومستهجن. بعد المباراة تعرض ربيع ميرات للضرب وهو أمر غير مقبول. بفتكر إذا رح تضل الأمور هيك 3 أسابيع على انطلاق البطولة رح نشوف البطولة بلا جمهور، وهي رح تكون ضربة قاضية لها. بطولة كرة القدم أمانة برقبة جمهورها قبل ما تكون برقبة الأندية واللاعبين. قبل ما روح لدانية بدي أذكر بمباراة كأس السوبر السبت الساعة 4، رح تكون مباراة الكأس السوبر بين الصفا بطل الدوري والنجمة بطل الكأس، إذا الساعة 4 على ملعب المدينة الرياضية. بنتأمل أن تكون مهرجان كروي بامتياز
وبروح رياضية ونشوف المشهد الجميل. فقط هي رح تكون أكيد المباراة الرسمية الأولى للانطلاق الفعلي لموسم كرة القدم. مساء الخير داني. يعني بالتأكيد قبل ما روح لقضية الأسبوع وغيرها من الأمور، عناوين كثيرة بالرياضة المحلية أيضا كانت موجودة. بالفعل شربل، مساء الخير لك ولجميع متابعي تل سبورتس. بالفعل بسياق حلقتنا لليوم رح نكون مع سبيد تيست ودريفتينج كان عم بيصير بزحله لبطوله FRTC، بعدين رح نروح للفروسيه كانت عم بتصير بفقره، بالاضافه لامور اضافيه. كل هالامور بنكتشفها بعد الفاصل. يعني طبعا عودي معكم وعودي الى المحور الاهم بحلقتنا لليله، رغم انه نجمه انصار ايضا سرقت الانظار بشكل كتير كبير، قضيه الاسبوع ومباراه العمر، المباراه الاهم يلي منتظرينها هالصيف على صعيد النشاط الكروي. ميشيل سالجادو، كارلوس بويول، لويس فيجو، روبرتو كارلوس، بول سكولز، يانس ليمان، دافيد تريزيجيه، العديد من النجوم يلي كنا نحلم نشوفهم امامنا على ارض الواقع رح يكونوا موجودين بلبنان فعلا يلعبوا مباراه استعراضيه مع اساطير كره القدم اللبنانيه، او خليني اقول اللاعبين المعتزلين يلي برزت اسمائهم بشكل كتير كبير على صعيد الفوتبول اللبناني بآخر عقد من الزمن. الأمر الكتير يلي تحدث عنه البعض من وقتها ما تم الإعلان عن المباراة هي الاهتمام فيها، الإقبال على شراء البطاقات، لكن الأهم أيضا كان غياب بعض الأسماء عن هالمباراة. الكتير من الأخذ والرد أخذ هالموضوع، والكتير من التأويلات والكتير من الاتهامات والحرب الإعلامية الكبيرة اللي شنت على هالحدث. مباراة العمر خلينا نستوضح أكثر من اللاعبين الثلاثة تحديدا، يوسف محمد، عباس عطوي وعباس عطوي أونيكا، يلي حصل، ليش غيابهم عن مباراة العمر، ومن بعدها رح نتابع حديثنا مع رئيس شركة أرابيكا سبورت عدنان ياسين يلي رح يكون ضيفنا الليلة للحديث أكثر عن قضية الأسبوع. من اللحظة اللي تم الإعلان فيها عن مباراة العمر عاش محبي الفوتبول حلم رؤية نجوم كبار على أرض الواقع، من بعد ما تعودوا أنه يتابعهم فقط من خلف شاشة التلفزيون. أرابيكا سبورت، الشركة اللي قامت بهالمبادرة، وضعت أهداف أكثر من رياضية، فالحدث بكل جوانبه بيعكس أيضا أبعاد سياحية، خصوصا مع إقبال عربي من قبل مشجعين كتار بالمنطقة للقدوم إلى لبنان لمشاهدة روبرتو كارلوس، لويس فيجو، كارلس بيول، بول سكولز، دافيد تريزيجيه وغيرهم من الأساطير. لكن بموازاة كل الجهد الكبير اللي قامت فيه الشركة المنظمة لاستقدام كل هالنجوم، وجدت نفسها أمام معركة عند ما وصل الأمر إلى اختيار اللاعبين اللبنانيين. فمن بعد ما تم الإعلان عن أسماء رح تشارك مع فريق النجوم المحليين، حصل لغط كتير كبير وموجة تصريحات وبيانات بين لاعبين مثل يوسف محمد والعباسين عطوي والمسؤولين عن تنظيم الحدث. في قلة احترام كتير كبير للاعب اللبناني بالتعامل مع اللاعب اللبناني، لأن بالاتفاقية برجع بقول اللي كانت بدها تتوقع بين اللاعب والشركة كانت من جهة من طرف واحد، يمكن البعض يمكن ما عرف فيها هاي، يتلاحق قانونيا إذا رفض يلعب ما كان في اعتذار مناسب إنه يعتذر عن المباراة. إذا وقع الاتفاقية الشركة بتقدر تلاحقه قانونيا. بحال أنت مضيت الاتفاقية واجت الشركة قالت لك انه انا ما بقى بدي اياك، يعني ما بقى بدي اياك تشارك، ما فيك تعمل معهم شيء للشركة. أرابيكا سبورت يلي اختارت فريق من النجوم المحليين المعتزلين اكدت باكثر من مناسبة انه التركيز كان على اختيار لاعبين سبق واعتزلوا اللعبة، خصوصا انه المباراة استعراضية ونتيجتها النهائية هي هامشية، والهدف من اختيار لاعبين معتزلين وغير معتزلين كان لتكريمهم. فمباراة الأساطير هي ذكرى رائعة بتبقى راسخة بذهن أي لاعب أو أي مشارك فيها. ومع هالأخذ والرد بدأ الشارع الكروي بالحديث عن حرب خفية بين النجوم اللبنانيين وعن تأثيرات لنجوم باستبعاد أسماء وتسمية أخرى. لازم نرتقي وقت ما نتعامل مع الناس يكون الكلام فيه صدق، ويكون فيه الكلمة اللي بدك تقولها محسوبة عليك يعني، وخلاص اللي صار صار بالنهاية. أنا بالنهاية ما عندي مشكلة يعني، الله يوفقهم برجع بقول لك، بس اللي صار في غلط، بس نحن ما عندنا مشكله. وانا على الملتين قلت لك ما حقدر العب،
لأن عندنا مباراة بكأس الاتحاد الآسيوي. أرابيكا سبورتس يلي عم بتنظم هالحدث من دون أي رعاية أبوية رياضية وبرعاية فقط من وزارة السياحة اللبنانية وجدت نفسها بخضم حرب إعلامية شرسة على الحدث الكبير، مسألة قيل إنه متفق عليها لأفشال الحدث، وقيل أيضا إنه هناك حسابات كثيرة لعدم نجاحه، مع العلم إنه جزء أساسي من نجاحه هو مشاركة أبرز الأسماء المحلية اللي بعض اعتبر إنه من واجبه خوض المباراة للمساهمة بإنجاحها كون مهرجان وطني غير مسبوق، بينما نظر البعض الآخر إلى بطريقة مختلفة تماما. بالنسبة لإلي مباراة فيها جمهور نجم مثل هذا الجمهور هيدا أحسن من 100 مباراة نجوم. بالنسبة لإلي أنا هيك يمكن مباراة النجوم حيجوا عالم بس ليصوروا لكذا، بس بالنسبة لإلي تلعب مباراة مع هيك جمهور أهم من 100 مباراة نجوم. 10 أيلول المقبل رح يكون الموعد مع مباراة العمر اللي رح تنقل لبنان إلى مرحلة أخرى بعالم الفوتبول وتحطه على الساحة الدولية ولو من خلال مباراة استعراضية. طبعا مباراة بغاية من الأهمية، لو أنها مباراة استعراضية بنقدر أكيد كلنا نتفق على هذا الأمر، لكن الأمور غير متفق عليها. رح نناقشها الليلة مع ضيفنا أستاذ عدنان ياسين رئيس شركة أرابيكا سبورت. برحب فيك بالاستديو. يعطيك العافية شرب. يعني طبعا سمعنا يوسف محمد عم يحكي، عباس عطوي وأونيكا أيضا عم يتحدثوا عن عدم وجودهم بالمباراة، رغم أنه أنتم بالمؤتمر الصحفي وببداية الإعلان عن أسماء اللاعبين النجوم والمحليين المشاركين بهالمباراة كنتوا ذكرتوا أساميهم، ليه أساميهم منا موجودة حاليا ضمن التشكيلة اللبنانية يلي بالمناسبة بكرة رح تخوض أول حصة تدريبية؟ لا بكل بساطة، هلا إذا أنا ببعت لك أجريمنت حتى تشارك بالمباراة وما مضيت وما بعت لي، ما في يعلن عن اسمك. احنا اعلنا قبل بوقت، وبستغرب هالهجمة الإعلامية اللي علينا. الشباب من كان دودو او عباس عطوي او أونيكا لغاية اليوم مرحب فيهم ونحن بنتشرف فيهم يشاركوا بالمباراة. كل اللي صار انه ما جاوبونا بالوقت ونحن كنا صار لازم نعلن عن الاسماء، حاولنا نتواصل معهم ما كانوا عم بيردوا، فاعلنت على الاسماء اللي مضيت معنا. بس يمضوا اهلا وسهلا فيهم، ما بدهم يمضوا، ما في اعلن عنهم، انا بحمي حالي قانونيا. شغلة تانية كمان بدي علي عليها اللي قالوا دودو انه بعتنا له عقد وفي موضوع انه الشركة بس حامية حالة قانونية، ملاحقة قانونية نعم للاعب اذا ما شارك، مثل اي بزنس بيصير بيني وبينك ببعت لك اجريمنت بتشوفها، اذا عندك اي تعليق بتحط ملاحظاتك وبتبعت لي اياها. نعم. ما صار في اي جواب منهم، ما رجعوا لنا باي شيء. وحتى الفقرة اللي عم بيحكي عنها هي فقرة فورس ماجور، يعني اللاعب ما في يعتذر إلا إذا كان عنده سبب كتير مقنع، مثل ما أقول فورس ماجور إذا كان في طوارئ أو إذا كان سبب قاهر. سبب قاهر. وهيدي هي برجع بعيدة وبكررها، وإذا عم بيحضروني هلأ أنتم مرحب فيكم بالمباراة، نحن متشرف في وجودكم معنا، نحن بنعرف قديش قدمتوا أنتم للمنتخب اللبناني. وحتى يعني عباس عطوي رغم أنه ما اعتزل ونحن كنا بس منقين الشباب المعتزلين، حتى أونيكا كمان عملنا اكسبشن، نحن حابين منقين، بس تنوضح هذه النقطه. نعم. لاعبين اعتزلوا من لبنان حابين القدم. صح، وعملنا اكسبشن للاعبين اللي هن أونيكا وعباس عطوي، حبينا يشاركوا معنا، ورغم هالشيء حاولنا نتواصل معهم، بعثنا لهم العقود ما رجعوا لنا. ومش حنحكي كثير على اللي صار، برجع بكرر الشباب مرحب فيهم للمباراه باي وقت، جاهزين نحن نرجع نتواصل معهم، وبيعرفوا اني الحكي منيح ووصل لهم. طيب يوسف محمد بما انه كان اول متحدثين، ابلغكم عن ملاحظاته؟ ابدا، انا سمعت كل ملاحظات يوسف من الاعلام. يوسف دعيناه لمؤتمر الصحافي، قال جاي ما حضر للاسف ولا اعتذر. رجعنا دعيناه لحفل افطار جمعنا فيه معظم الشباب ووقعنا العقود، قال جاي وما اجى وما اعتذر. ورغم هذا الشيء كله وصل له خبر، وعم برجع اكررها، انت مرحب فيك بالمباراة ومتشرف بوجودك معنا، وحابين كرمك مثلك مثل باقي اللاعبين. انتو بتعتبروه تكريم للاعب مشاركة بهالمباراة؟ للأسف شرب بلبنان احنا معظم مثل ما بتعرف معظم النجوم ان كان رياضة او فن او اي شيء تاني بيتكرموا بعد ما يموتوا، فنحن حابين نكرم هالأبطال هني وبعدهم طيبين. طب ليه عم تمضي معه كونترا اذا عم تعمله تكريم، مجرد تكريم؟ هو التكريم ولعب، انا كمان عم بدي استعمل صورته، بدي استعمل اعلن عنه بالاعلام. انت تحمي حالك طبعا، انا ما في اجي استعمل حط صوره يوسف محمد باعلان عند المباراه بكره يجي تشك علي ليش استعمل صورته؟ ما بيعملها يعني يوسف من اللاعبين اكيد نحن ما عندنا اي شك باي حدا، بس قانونيا لازم نحن نلتزم مع كل لاعب تا نقدر نعمل اعلانات، نقدر نعلن عن الموضوع، نقدر نستخدم اسمه بالمباراه او
او صورته او وات ايفر. طيب اونيكا ما كان واضح سبب يعني قال كمان اونيكا بكاس الاتحاد الاسيوي ولكن ما كان واضح سبب يعني او ملاحظته وين ما حكي عن العقد. اونيكا بكل بساطه حاولنا نتواصل معه اكثر من مره وحتى بالمؤتمر الصحافي انا اعلنت انه حابين كمان اونيكا حيكون معنا حابين نكرمه. حاولنا نتواصل معه اكثر من مره ما كان في جواب على التليفون ولليوم برجع بقول نحن ما استبعدنا حدا. كل اللي عملناه اعلنا عن اللائحه اللي مضيت معنا اللي ما مضي معي ما في اعلن عنه. تفضلوا يا شباب. طب ليه ما مضي اونيكا؟ ما بعرف يا ريت بنعرف منه ليش ما تواصلت معه شخصيا. نعم ما كان في جواب. حاولنا نتصل معه على التليفون ما في جواب كمان. نعم. طيب وعباس عطوه النجمه كابتن النجمه يلي كتار كانوا منتظرين نفس الموضوع بالمباراة. نفس الموضوع. شو عنده كلنا حاولنا نتواصل معه ما كنا نقدر نلقطه. هيدي هي. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه اليوم هل في حرب خفيه بين النجوم مثل ما عم ينقال بالاعلام ايضا يعني انا عم بنقول الصوره الاعلاميه صح. هل في حرب خفيه بين بعض النجوم يعني رح اكون صريح معك في البعض كتب وحكي عن استبعاد رضا عنتر شخصيا يلي هو قائد الفريق ويلي هو كان الايمج يلي عم مثل الفريق الى جانب ميشيل سالجادو اللي عم مثل كان في فريق النجوم العالميين بالمؤتمر الصحفي الاول انحكى او اتهم رضا تحديدا باستبعاد بعض الاسماء. هل هذا الامر صحيح؟ عارف عن صريحين حرب خفيه تماماً. بين اللاعبين للاسف انا بعرف انه كان في مشاكل اساسا بين عباس وبين رضا ويمكن عباس فكر انه رضا مستبعده. الشركه الوحيده اللي عندها قرار باي شيء هي شركه ارابيكا سبور. كل اللاعبين ما حدا له ابدا بالعكس حرام نكون عم نظلم رضا اذا قلنا هيك لانه رضا كان بالعكس ما عنده اي مشكله وبالعكس حابب يمكن يرجع هالصلح بيناتهم يعني انا كنت حابب تكون مناسبه نرجع القلوب مثل ما بقولوا لبعضها. نعم. طيب وين رايحه الامور وخصوصا انه بتعتبروا انتم هلا في حرب عليكم؟ ما بتخيل حرب انا يعني جزئين خليني احكي يعني حرب في عليكم حرب اعلاميه وخصوصا انه شفنا تركيز اسبوعي على مباراه العمر يعني حتى للاسبوع الماضي مشان هيك جانا طرحناها نحن كقضيه الاسبوع لانه فعلا في كتير ناس عم يسالوا في كتير ناس عم يبعثوا لنا يعني انه شو بده يصير البعض عم يشكك باقامه المباراه هذا موضوع رح نحكي فيه بعدين بس هل في حرب عليكم لافشال الحدث مثل ما سمعنا بالتقرير وهل في حرب اعلاميه ايضا عليكم؟ ليك في هلا اعداء نجاح كثير بتعرف باي مجال بتلاقي في اعداء نجاح بس انه تكون حرب اعلاميه ما بتخيل. هل ممكن في ناس بتحب تتصيد مثل ما بيقولوا او بيعملوا سكوب وبيركزوا انه لهالموضوع حق مشروع هيدا حق مشروع دافع على الاعلام لا حق اكيد حق مشروع بس لا الحمد لله اولز جود تجهيزاتنا كلها تمام اللعيبه جايين ان شاء الله والحدث رح يقام تحت رعايه وزاره السياحه بلديه جوني خلصنا معها كل شيء وعم نبني حتى نحن مدرجات على نفقتنا ملعب جوني ما بيسع الا 2000 2000 وشوي متفرج عم نبني مدرجات مؤقته تيصير يسع حوالي 12000 او 15000 متفرج ف اللي بيستغربوا كمان شرب لانه لحالنا عم نقوم بكل هالشيء وعلى اخذين الريسك كله لحالنا ما معنا حدا هيدا اللي بدي اسالك فبدل يعني ما تكون في ناس عم بتشجع في ناس بتحارب صحيح مرق بالتقرير انه من دون رعايه ابويه صح. يعني الكلمه يمكن مبطنه شوي انه انتم برعايه وزاره السياحه مش برعايه صح. وزاره الشباب والرياضه أبداً. مش برعايه الاتحاد اللبناني لكره القدم او اي يمكن مشاركه له بهالموضوع ليه انتم من دون هذه الرعايه الابويه الرياضيه ما بدي احكي بس عن الاتحاد اللبناني للفوتبول لك انا بما انه مباراتي منا رسميه مباراه اعتبرناها استعراضيه سياحيه ما كنت حابب انا اركز عليها انه تكون رياضيه لانه حابب اعطيها مثل رونق سياحي تنقدر نستفيد منها اعلاميا اكثر بالخارج مثل بتعرف هول نجوم العالم اللي جايين مشاركين عندهم مليونز اوف فولوورز عندهم متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بالملايين وحيكونوا احسن سفرة للبنان مجرد ما يحكوا اجوا شاركوا بلبنان واجوا على لبنان حيعطوا صوره كثير حلوه على لبنان وهيدي صوره مثل ما نقول سياحيه اكثر ما هي رياضيه فعشان هيك توصلنا مع وزاره السياحه وحبينا تكون تحت رعايتهم هلا الوزاره عم تسهلنا كثير امور مشكوره بس برجع بقول نحن فعليا لحالنا بكل هالبروجي. تم التواصل مع وزاره الشباب والرياضه والاتحاد اللبناني لكره القدم؟ تم التواصل مع رئاسه الاتحاد صراحه وكانوا جاهزين لاي دعم. رح نشوف يعني وجود اتحاد اكيد اكيد كلهم بيشرفونا بالمباراه وحنتواصل معهم واللجنه الاولمبيه اللبنانيه أكيد. كمان اللجنه الاولمبيه حيكون في رساله مثل او دعوه رسميه للكل تيشارك معنا. شرب يكون اكيد انه حابين الكل بلبنان حتكون يعني حابين هالمباراه تكون مباراه جامعة على كل اللبنانيه من كل الاطراف من كل الدوائر فيك تقول او الوزارات هالمباراه ان شاء الله تكون هيك مثل فعل خير للبنان كثير متفائلين فيها حتكون كمان تحت عنوان لبنان ضد الارهاب حنكرم فيها كمان الجيش اللبناني القوى الامنيه كمان والدرك
حتى في يقول لك انه الاولاد اولاد الشهداء من الدرك ومن الجيش حيدخلوا الملعب مع نجوم العالم. حلو. حيكون في لفته كمان للقوى الامنيه اللي عندها جهود جباره. حكيت عن مفاجآت إضافية بدها تكون موجودة. في عرض استعراضي إذا بيهمك كمان يمكن بحبوا الفن كتير الفنانة هيفا وهبي حتكون موجودة معنا. هي لأول مرة بتعلنها. لأول مرة رسميا نعم حتفتتح الإيفنت. حابين يكون إحنا الإيفنت شوي مثل افتتاحات كأس العالم مثل السوبر بول بأمريكا مثل الشامبيونز ليج دائما بيكون حفل افتتاح حلو. فإن شاء الله نقدر نقدم لمحة أو لوحة فنية حلوة للشعب اللبناني. طيب شفنا ملعب المدينة الرياضية بأحلى حلة وكتار عم يسألوا السؤال إنه ملعب جوني البلدي ما أصلا ملعب جوني البلدي مثل ما أنت ذكرت ما بيساع ملعب جوني البلدي أرضيته كانت سيئة جدا بالسنوات الأخيرة وما تم اعتماده ببطولة الدوري حتى كان نادي راسنج يستعمله كأرض لإله تجاهل هذا الموضوع وراح لبرش حمود يعني مش حالته أحسن كتير وهلأ أبعد أيضا. ليه تم اختيار ملعب جوني البلدي مش المدينة الرياضية مثلا اللي بتقدر تستوعب عدد كبير من العالم وايضا الشكل بيكون احسن لاستضافه حدث عالمي من هذا النوع؟ انا ذكرت قبل بمره باكثر من لقاء صحفي كان اكيد نحن بنفضل تقام المباراه ببيروت بملعب المدينه الرياضيه بس للاسف ما كانت وقت اعلنا وقت مضينا مع اللعيبه وكنا حابين نعلن عن المباراه ما كانت الارضيه بتسمح وما كان فينا ناخذ ريسك انه ارضيه الملعب ما تكون جاهزه فالتزمتوا مع جوني؟ فالتزمنا مع جوني غير انه كمان امنيا كانت بيروت فيها شويه مظاهرات كنا متخوفين من هالناحيه. اقرب مدينه او اقرب ملعب لبيروت هو ملعب جوني اللي هو تقريبا جاهز من كل شيء. جوني كمان كانت بعيده شوي عن المظاهرات اللي عم بتصير ببيروت وكان واخذنا الدعم الكامل من البلديه وحتقدم لها ان شاء الله ارضيه ممتازه من هلا لوقت الايفنت. يعني هيدا التسهيلات كلها عم تحكي عنها. نعم. شو كان في عرائيل واجهتوها او شو العرائيل حاليا عم تجوها غير الحرب الاعلاميه اللي عم تشن عليكم يوميا؟ كنا حابين اكثر يكون معنا سبونسرز اكثر للايفنت كنا متوقعين نعمل عقود جيده مع الرعاه بس للاسف سنه مش منيحه لكل الشركات الاعلانيه اذا بدك بالمنطقه كلها مش بس بلبنان. فغير هيك الحمد لله عم نشتغل مع الكل والامور ميسره الحمد لله. كثير عم بيشككوا باقامه المباراه ليه؟ ما الله هلا يمكن انه اسماء كبيره بس لا بطمنهم الشباب ان شاء الله جايين كلهم مضيوا عقود معنا وحتى اليوم كنا عم نتواصل مع الكل عم ناخذ منهم كل واحد من اي بلد جاي حتى نعمل الحجوزات الطيران ان شاء الله بيكونوا معنا. شو اللي مخوفكم اكثر شيء؟ يعني كان عندك مخاوف سابقه؟ كنت متخوف امنيه ان شاء الله يا رب ما يصير شيء بلبنان بلدنا للاسف بيضل يتعرض لامور كثيره امنيه مزعجه جدا وبتخلينا ما نعمل هيك مهرجانات. احنا اخذنا الريسك من البدايه وان شاء الله الله بيوفقنا وما يصير شيء بالبلد والله يحمي هالبلد. وهالنجوم اللي معكم يعني مستعدين ياخذوا ريسك وخصوصا انه بيسمعوا كثير عبر وسائل الاعلام عن الوضع بلبنان وبالشرق الاوسط مع انه بويول كان بتركيا عند مصاري الانقلاب العسكري وعلق هنيك. بويول وصل للاسف كان بمباراه استعراضيه او مباراه تكريميه لقيتو عنده جمعيه ايتو سامو ايتو بتركيا ولحظهم وصلوا على مطار اسطنبول وصار الانقلاب بوقتها. هلا مثل ما بتعرف انت حتى اوروبا كلها صارت ما بقى امنه مثل قبل وكله مهدد امنيا بعد وضعنا احسن بعد وضعنا ان شاء الله منيح وموعدين نحن من القوى الامنيه بمواكبه مشكور كمان لواء بصوص كنا عنده من فتره ووعد كمان بحمايه امنيه مميزه للشباب من وقت وصولهم لمغادرتهم ومعتمدين متكلين على الله ان شاء الله ما بيصير شيء. شفنا كثير بوسائل الاعلام حديث وخصوصا من نجوم يلي مشاركين كان على راسهم لويس فيجو عم يدعي حتى الناس انه يجوا على الملعب. اليوم هالاشخاص الجايين ها رح يجوا تيشوفوا النجوم العالميين او حتى النجوم اللبنانيين يلي في كتار من هالجيل الصغير ما تبعهم انه ما بيسمع فيهم مثل موسى حجاج جمال الحاج ورطان غزريان وغيرهم. مثل ما عم بتقول نحن اللي حيروح يحضر الماتش حيروح يشوف هالنجوم العالم اللي كان بيحضر على التي في بس وحنركز كمان على الجيل الجديد اللي ما بيعرف او ما شاف جمال طه عم بيلعب او ما شاف جمال الحاج عم بيلعب او موسى حجاج عم بيلعب وهيدي فرصة كمان فينا نقول للبراعم نحن عم نركز كتير على البراعم بشغلنا التاني اخدين وكالة ريال مدريد ونعمل معسكرات للبراعم بلبنان وبالخارج بناخدهم على اسبانيا لمعسكرات داخلية فهيدي فرصة للشباب الصغار وللبراعم يعرفوا انه الاحتراف منه شيء مستحيل مثل ما كنا مفكرين انه اللبناني صعب يوصل اللبناني بيوصل اذا نحط له الظروف الصح
والدليل على هيك النتائج المنتخب اللبناني اللي اخر كم سنه عملوا نتائج كثير حلوه، واكثريتهم احترفوا بالخارج، وابرزهم الكابتن رضا عنتر وكابتن دودو كمان قدموا كثير نتائج حلوه برا. ومثل ما عم بقول بدنا نركز على الجيل الجديد. شو عم تاسسوا بهالحدث انتوا اللي عم تاسسوا له؟ يعني عم تقلي انه لبنان في حط حاله على الخارطه الدوليه، هلا عم تاسسوا لشيء؟ نحن عم نبني ان شاء الله اكاديميه لريال مدريد بلبنان، حتكون مفتوحه للاعمار من 6 سنين ل 18 سنه، حنشتغل عليهم مع مدربين من اسبانيا، وبفتره الصيف بينتقلوا من بيروت لاسبانيا. يعني اكاديميه دائمه كل نعم. السنه حيكون مثل نشاط للاهل اللي حابين يحطوا اولادهم بنشاط مميز بعد دوام المدرسه، عندهم اكاديميه بيقدروا يمرنوا اولادهم فيها. وفي كتير اهل بتتفاجئ انت قد ايه اللبناني عنده حماس للفضل. عنده حماس انه ابنه يحترف، ولاقوا الفرصه، وعم نشوف نحن قد ايش في اقبال على الاكاديميه. طيب شفنا مشاهد بمباراه النجمه والانصار يعني غير مقبوله بالمدرجات اليوم، انتم كيف رح تقدروا تامنوها جماهيريا، وخصوصا انه متوقعين اكثر من 10000 بتفرج يكون بجونيور؟ انا كنت شربل بالمباراه النجمه والانصار، للاسف هلا كانت المباراه حلوه من اولها لاخرها، ما بتخيل الجمهورين بيقبلوا باللي صار. اكيد في مندسين كانوا بمدرجات الانصار. بدي وجه تحيه لجمهور النجمه، انا تفاجات انه حتى ما عملوا اي ردة فعل لكل اللي سمعوه. صحيح. جمهور كل المباراة كنت كتير متفاجئ انه ما صار اي ردة فعل من جمهور النجمة. كمان نادي الانصار مثل ما انت ذكرت معروفين من اني معروفين خلوقين، معروفين بيحترموا اللعبة وبيحبوا اللعبة كتير وخايفينين على اللعبة. واليوم نادي الانصار اصلا طلع بيان وحكى فيه عن هالموضوع، اكيد بده يستنكر يلي عملوه يلي معلش لو بدي اقول كلمة زعران صراحة. اكيد اكيد. ومنأسف على الملعب المديني اللي تكسر، يعني هذا الملعب للكل لازم يكون حرام يتكسر هيك. بس بطلب مثل ما انتم طلبتوا من روابط الجمهورين لما يشوفوا اي يعني مثل اللي رفع علم غير علم بلده، هذا لازم قوى امنيه دغري تطلعوا لبرا، ما ينطروا الامور تتفاقم اكثر. نفس الشيء كمان احنا بملعب مدينه بملعب فؤاد شايب بلديه جوني حيكون في اجراءات امنيه مشدده جدا بالدخول على الملعب، وحتى في عناصر يمكن فوق 1000 عنصر حيكون مرافق الجماهير، بالاضافه الى شركه خاصه شركه سيكوريتي تحمي الجمهور والعالم. وما بتخيل والنجوم اكيد هلا مباراه استعراضيه، ما بتخيل حيكون فيها هالحساسيه بين الجمهور، لانه كلهم جايين بدهم ينبسطوا. سالوا عن تطمينات امنيه النجوم؟ اكيد طبعا اكيد طمناهم، وحتى معهم مثل بيانات من القوى الامنيه انه حيكونوا مع مواكبه ومع كل شيء. طيب اليوم تواصلك مع مين عم بيكون ديركت تتنسق الامور؟ مع سالجادو؟ مع اكثر من لاعب. نحن عندنا تواصل مع اكثر من لاعب بحكم شغلنا مثل ما قلت بالدعايه والاعلام بالخارج، بالدعايه الاعلام الرياضي. فهالشباب بنمضي معهم عقود على ظهور اعلاني باكثر من دوله عربيه او بالشرق الاوسط، فكوننا صداقه مع اكثر من لاعب فيهم. في بيناتهم اجوا على لبنان، انت بتعرف سالجادو كمان عم بيكون سفير كثير منيح للبنان، عكس صوره حلوه ضيف دائم للشباب. عم بيكون عنا ضيف دائم، اي حب البلد وحب جو السهر بلبنان والاكل اللبناني وهيك. يعني احنا اكيد بنتامل انه الكل يحبوا مباراه العمر، يكونوا موجودين كتار ب 10 ايلول، بنتامل انه هالنجاح الكبير يكون مقدمه لنشاطات ثانيه عبر عربيكا سبورت، لانه بصراحه بحاجه انه ننقل الفوتبول للساحه الدوليه من بعد يمكن ما فشلنا فنيا للاسف بهذا الموضوع، وبنعرف قد ايه بدنا الشغل بهذا الاطار. كلمه اخيره قبل ما نختم معك. بدي اتشكرك اول شيء على استضافتك ومواكبتك من اول ما بدانا الفكره، حتى كنت معنا من البدايه. بدي اشكر تلفزيون لبنان كمان على استضافته، وبدي ادعي الجماهير كلها تيجي تحضر هاللقاء، مش بس كرمال يشوفوا نجوم العالم، هيدي فرصه تنكرم فيها ابطال قدموا كثير للكره اللبنانيه. حخبرك معلومه كمان ممكن ما ذكرتها قبل، كابتن عدنان الشرقي حابين نكرمه وحنحطه مدرب على نجوم العالم، مثل لفتي على سنين اللي قدمها بنادي الانصار. ف الجمهور اللبناني مثل ما بقول مدعو انه يجي يكرم ابطال لبنان اللي قدموا كثير للفوتبول، وهيدي فرصه كثير حلوه ما بتتكرر انه نكرمهم فيها، ويكون تكون لوحه فنيه حلوه كثير رياضيه بملعب جوني. ان شاء الله يا رب نتفائل فيها وبترجع الفوتبول تيصير يمكن حتى احسن من الباسكت عندنا بلبنان، مثل ايام الله يرحمه انطوان شويري اللي عملوا مع الباسكت،
حابين نعمله كمان احنا بالفوتبول. بتشكر كثير حضورك معنا الليله وكل التوفيق اكيد بمباراه العمر. مباراه العمر بدون شك ب 10 ايلول بذكر ملعب جونيا رح تقام مثل ما سمعتوا استاذ عدنان ياسين. كره السله يلي اتى على ذكر استاذ عدنان ما غابت بالتاكيد عن العناوين الرئيسيه هالاسبوع وخصوصا مع اعلان اسمي اللاعبين المتنشطين بعد الفحوصات يلي حصلت. للاسف المنشطات اصبحت حقيقه وواقع بكره السله اللبنانيه. منتابع سوا بهالتقرير. ماريو عبود وأحمد إبراهيم هن الاسمين اللي ظهرت نتيجتهم إيجابية بفحوصات المنشطات اللي خضعوا لها بالموسم الماضي. الاسمين أعلن عنهم رسميا من قبل الاتحاد اللبناني لوضع حد للمجتهدين ولأصحاب التفسيرات والتأويلات حسب ما أشار الاتحاد ببيانه. الأمر اللي بيعني أنه الموضوع صار بالكامل بين إيدين اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات. أحمد إبراهيم كان غائب عن السمع طيلة الفترة الماضية واكتفى بوضع مقاطع فيديو لاستعداده للموسم الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما اللاعب ماريو عبود فأكد بعد التواصل معه أنه مشكلته صحية ونتيجته ظهرت سلبية بسبب دواء كان عم يتناوله، وأكد أنه قام بتعيين محامي لمتابعة الموضوع. اللاعبين اللبنانيين قاموا بمراسلة الوادا كجزء من السياق القانوني وحق الدفاع عن النفس بوجه الاتهامات الموجهة لهم، وبالوقت اللي جميع الملفات تحظى بسرية تامة خاصة لجهة المادة اللي ظهرت بالبول، فالقانون حدد مجموعة مواد بتم اتخاذ قرار العقوبة من خلالها. وفقا لقانون الوادا قد تصل مدة الإيقاف لأربع سنين إذ لم يقدم اللاعب مستند بيثبت قيامه بالتنشط لأسباب مخففة. أما في حال قدرة اللاعب على إثبات أنه تناول المادة ما كان بهدف التنشط بل لأسباب أخرى فيتم تخفيض مدة الإيقاف إلى سنتين. وترك القانون هامش لتخفيض العقوبة في حال كانت المادة المستخدمة عن غير قصد بتفيد بتحسين الأداء برياضة دون أخرى كظهور مادة منشطة بجسم لاعب كرة سلة مثلا بسبب دواء معين بتفيد بتنشيط الأداء برياضة السباحة. وبالوقت اللي كشف تهرب كثير من اللاعبين من الخضوع لفحص المنشطات 16 لاعب من أصل 18 ظهرت نتيجة الفحص اللي خضعوا لها بالموسم الماضي سلبية، وينتظر الجميع قرار الوادا اللي من المتوقع أنه يصدر خلال مدة بتتراوح بين 15 يوم أو شهر. وبالوقت اللي كرة السلة أظهرت المنشطات في جسد لاعبين فأشارت مصادر لأنه رياضات أخرى عم تشهد استخدام هائل وعم توصل نسبة الرياضيين المتعاطين للمنشطات إلى حوالي 80% من عدد اللي خاضعين للفحوصات، الأمر اللي بيطرح علامات استفهام حول إمكانية ضبط هالموضوع بالرياضة اللبنانية واستحداث مختبرات محلية تكون قادرة على تأمين عدد أكبر من الفحوصات الدائمة لمحاصرة هالآفة. يعني طبعا رح نتابع هالموضوع رح نتابع هالقضية. كنا بنتأمل أن يكون معنا أحمد إبراهيم وماريو عبود لكن لأسباب أو لأخرى مثل ما سمعتوا بالتقرير ما كانوا موجودين تيتحدثوا عن سقوطهم بفحص المنشطات، لكن بوعدكم المنشطات رح ناخذ على عاتقنا هالموضوع ونتابعها كل أسبوع. كرة السلة ما خلصنا منها بعد، لكن خلوني أخذ بريك تاني بحلقتنا لليلة ومنتابع نحن وياكم من بعدها. بموازاة الحديث الكبير عن المنشطات بكرة السلة اللبنانية، الحديث أكبر عن المؤسسة الإعلامية اللي رح تنقل فعاليات بطولة لبنان بالموسم المقبل. تلفزيون لبنان مثل ما بتعرفوا كلكم كان تقدم بعرض إلى الاتحاد اللبناني لكرة السلة. الاتحاد اللبناني لكرة السلة كان اشتغل على دفتر شروط، دفتر الشروط يلي من المفترض أنه بمطلع أيلول المقبل يوصل للمؤسسات الإعلامية، حاليا هو باللغة الإنجليزية مش باللغة العربية بانتظار ترجمته وتوزيعه على المؤسسات الإعلامية. لكن كلام كتير عم ينحكى أيضا أنه هالدفتر الشروط تم تسريبه من الاتحاد وأصبح بيد الكثير من المؤسسات الإعلامية وحتى الأندية، وهو أمر مستغرب جدا. لكن للاطلاع أكثر على هالأمور باتصال معنا حاليا رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان الدكتور طلال مقدسي، بس تعرف منه أكثر حقيقة الموضوع يلي برز بالساعات الأخيرة الكلام عنه بشكل كتير كبير. مساء الخير دكتور طلال. مسيكم بالنور، يعطيكم العافية وتضلوا تحاربوا كل شيء فيه فساد، خاصة عملية المنشطات اللي كنت عم بتسمع عليها قبل شوي.
يعني طبعا نحن دائما كتلفزيون لبنان ضمن الرساله اللي بنحملها معك هي رفع واعلاء شان كره السله، لكن اليوم مع التعزيزات يلي استخدمها تلفزيون لبنان، هلا بنحكي على عن الامور التقنيه، لكن الحديث الابرز يعني بالساعات الاخيره كان بخصوص دفتر الشروط. هل فعلا دفتر الشروط اصبح عند المؤسسات الاعلاميه ونحن كتلفزيون لبنان هل استلمنا دفتر شروط خاص من الاتحاد؟ انقطع الصوت. اوكي مش الحال. دكتور طلال عم تسمعني؟ هلا عم بسمعك. ايه مش الحال. ليه؟ نحن كتلفزيون لبنان لم نستلم اي دفتر شروط اطلاقا حتى هذه الساعة. ولكن بالتواتر تعرف بلبنان بس السر يلي بيوصل لاثنين بينفشى. نعم. ما في شيء بيتخبى. وصل دفتر الشروط اكيد لبعض المؤسسات الاعلامية. ومش كلها. أه. يعني منطقات بطريقه كثير مرتبه. وردني انا ما شفته بعد انه في اشياء معموله بتخص محطه معينه. نعم. وانه بالدفتر الشروط هناك بند بيقول انه لا دخل لاي طرف اطلاقا، والقرار الاول والنهائي هو لاتحاد كرة السلة. أنا بلفت نظر الجميع أنه هناك واجب بهيك وضع، خاصة أن علامات استفهام كثيرة وكبيرة حول أداء هذا الاتحاد، بعضه مش كلهم بس خاصة رئيسه، بعدم المصداقية. وعم برسلها اليوم عبر شاشة تلفزيون لبنان على وزارة الاقتصاد، مصلحة حماية المستهلك، على وزارة الشباب والرياضة التي تهتم بالرياضة، وعلى وزارة الإعلام التي تهتم بالإعلام، أن يكون لها تواجد ووجود عند فتح المظاريف، لأنه ماني عارف عاملين مناقصة عاملين مزايدة، ولكن لعدم ترك فرصة للتلاعب بهذا الامر، لانه نعم. سوف الاحقه حتى الاخير وقضائيا. دكتور طلال يعني نعم. عم بتقلي في تلاعب على هيدا الصعيد. اكيد انا لحد هلا باللي سمعته واللي بالتواتر عن دفتر الشروط، نعم عاملين تايلور ميد. بتعرف شو تايلور ميد؟ يعني بتروح لعند خياط بيزبط لك بدله على قياس حدا. اوكي، هيدا المعمول على قياس حدا لن يقبل به تلفزيون الوطن اطلاقا، ولا يمكن ان يقبل به تلفزيون الوطن. طيب يعني عم تقلي اليوم كمان انه في نوع من المؤامره ودفتر الشروط اصبح بمحطه، يعني اليوم نعم. عم أكيد نحكي أنا عن أكيد لا موجود. اخلاقيات بالتعامل على هالصعيد من قبل الاتحاد اللبناني لكره السله في حال هالامر صحيح. ليك، او اصبح بمحطه او شاركت احدى المحطات في نصه. اها، هيدا الاخطر. نعم، يعني اليوم الاتحاد الى جانب محطه تيعطيها افضليه على طبيعي. محطه ثانيه. نعم، والهدف واضح من الموضوع جداً. يعني اليوم وكانك ما عم تعطي تطمينات لكل يلي عم بينادوا انه تلفزيون لبنان يحصل على الحقوق. شوف، نحن اليوم يمكن حدا نزل صوره للاوبي فان الجديد تبعنا. نعم، صار جينا اكثر من 1800 لايك وتشجيع من الشباب اللبناني. كنا عم نشوف الصور خلال حديثك بالاول، يا ريت نرجع نشوفهم على الهواء للأوبيفان الجديد يلي هو بفتكر ما في تاني له على صعيد المحطات اللبنانيه، 12 كاميرا فول اتش دي يعني متميز على صعيد النقل الرياضي تحديدا. عم نشوف المشاهد هلا حاليا، استخدام الأوبيفان الجديد كمان له ارتباط بالمشروع الرياضي الكبير لتلفزيون لبنان، خاصه لنكون حاضرين لنقل مباريات بطولة كرة السلة اللبنانية. نعم، أنا بانتظار استلام دفتر الشروط. قالوا لي معمول بالإنجليزي لحد هلا، ما بعرف مين، على أساس بكونوا مستشارين حدا بلندن يمكن. أكيد على حساب حدا كمان. هذا الموضوع لن أسكت. تلفزيون لبنان حقه الشرعي أن يكون مع كل مواطن لبناني. حقه الشرعي أن يوصل صورة مباريات وبطولة كرة السلة إلى كل قرية في لبنان.
وهناك بانتظار دفتر الشروط لإبداء الرأي فيه ولفت نظر المسؤولين بالدولة اللبنانية. ثلاثة رح رددهم مرة تانية، وزارة الإعلام، وزارة الاقتصاد، ووزارة الشباب والرياضة، عليها أن تواكب هذا الموضوع، لأنه من 22 سنة لم يجري دفتر شروط إلا بس دخل تلفزيون لبنان. بدي أسألك عن هذا الموضوع تحديدا. إلا هذا الموضوع نحن يعني أوريدي أنقذنا كرة السلة ودعمنا كرة السلة، ونحن مش بس كرة السلة، جميع الرياضات في لبنان. طيب بدي أسألك عن هذا الموضوع تحديدا بسؤال أخير دكتور طلال. لنقل الفوتسال كمان. أها. بسؤال أخير دكتور طلال، رح أسألك عن هيدا الموضوع. حضرتك كنت عراب دفتر الشروط، لأن أنت أول من أعطى الفكرة الاتحاد اللبناني من خلال زيارة أعضائه إلى مبنى المحطة بوقت سابق. اليوم في حال لم يكن هناك شفافية بالمناقصة يلي تحدثت عنها، وفي حال مثل ما عم نسمع بهالمعلومات القيمة يلي عطيتنا إياها أنه الاتحاد أو القيمين على هالملف هن إلى جانب محطة دون الأخرى، شو الإجراءات اللي رح يتخذها تلفزيون لبنان في حال غابت الشفافية عن المناقصة اللي عم نتحدث عنها؟ ستكون ستكون مفاجأة كبيرة للجميع. لن حق تلفزيون الوطن، تلفزيون لبنان حق شرعي أن يكون له الأفضلية، ولكن نحن ما بدنا الأفضلية، نحن بدنا أن نتعامل سواسية. ونحن منعنا من دخول وتغطية المباريات حتى لدقيقة. نعم. بينما نحن سنفتح تلفزيوننا، سنفتح المباريات في حال فزنا لجميع تلفزيونات لبنان والخارج، لأنه نحن نفتخر بما نقوم به بلبنان، وكرة السلة رياضة يفتخر بها اللبناني، وإلى حق على المواطن، والمواطن له حق على الشركة النائلة أن توصل له الصورة أينما كان. على أمل دكتور طلال مقدس أنه الشفافية اللي دائما حضرتك بتنادي فيها من خلال عملك بالرياضة سابقا وحاليا بتلفزيون لبنان كمدير عام رئيس مجلس إدارة تتحقق من خلال هالمناقصة المنتظرة بالنسبة لكل جماهير كرة السلة. بتشكرك كتير اتصالك معنا لليلة وإيضاح الأمور لكل الجمهور الكبير يلي كان ناطر هالإيضاحات. شكرا لك، مسيكم الخير. يعني طبعا مشاهدينا منتابع مع الرياضة المحلية. بدي روح لداني، عنده حدثين مهمين كان الأسبوع على رأسهم الفروسية. بالفعل شربل، يعني الملفين الرئيسيين هن الفروسية وسبيتاتس، كانوا عم بيصير بواحد بفقرة واحد بزحلة. على كل الأحوال فيما يتعلق بالفروسية الأمور كانت حلوة كتير، المنافسة كانت كتير كبيرة بين أبرز الخيول اللي هي بتجي من البلدان العربية، كان من أوروبا كمان مثل بولونيا، فرنسا وإنجلترا. منروح سوا تنعرف شو صار بجولة تحدي تشالنج. العالم لركوب الخيل اللي جرى بمرمح فأرة الدولة أقيم بأجواء غير اعتيادية، خاصة وأنه ارتفاع الحواجز كان بيتخطى المتر بالنسبة لجميع المتبارين. هالأمر بيجعل الحصان يرتبك نوعا ما وما بيخوله يتجاوز الحاجز بسهولة. الفائز بهاليوم الطويل كان عصام حداد على باكس باني، وتقدم على جوزيف جبور على واجيتا، بينما كان بالمركز الثالث جو عبود على كولين هوف. وقد اشترك بهالتحدي العالمي 19 خيال من أفضل الفارسين اللبنانيين، وأمتعوا الحضور من انطلاق الجولة لنهايتها، رغم ما جرى مع الفارس توماس مخشن لحظة سقوطه وحصانه برايت نيكي عند أحد الحواجز، ثم نهض من بعد الفارس الشاب وسط تصفيق جميع الحاضرين. من فقرة تبعنا رحلتنا المكوكية ورحنا على زحلة، عالم دايما بسرعة، المنافسة كانت رائعة للغاية بالمرحلة الخامسة من سبيد تاتس ودريفتينج. من
المرحلة الخامسة من بطولة FRTC اللي جرت بزحلة لمنافسات السبيد تيست ودريفتينج عرفت مشاركة 40 متسابق. البداية كانت مع سبيد تيست، فبالمجموعة آنو بالدفع الرباعي كان مارون شيغا على ميتسوبيتشي إيفو 8 الأفضل والأسرع خلال هاليوم، وتقدم على جيلبير ياغي اللي كان عم ينافس بالدفع الخلفي بروتو بفارق 3 ثواني و21 جزء بالترتيب العام. هالترتيب العام بيشير إلى أنه البطولات اللاحقة من بطولة FRTC رح تعرف منافسة ما إلى مثيل، لسيما بعد الإنجاز اللي سجله جيلبير ياغي، وبالتحديد لما نقول أنه سيارات الدفع الخلفي بدأت عم بتصارع الدفع الرباعي. على كل الأحوال المنافسة استمرت فيما بعد لدى سيارات الانجراف، وحصل على المركز الأول ميشيل كوري، بينما كان الثاني وليد جابر. ختاما مثل العادة مع لقطة الأسبوع، وطبعا لا تعليق من مباراة النجمة والأنصار. إلى اللقاء.